من الأخطاء التي يقع فيها البعض من الناس وهو لا يشعر أن البعض إذا سلم عليه لم يرد السلام بمثله. ونحن مأمورون بأمر الله عز وجل في قوله تعالى في سورة النساء: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. تقولوا لشخص السلام عليك، تقول هلا مرحبا، هذا ليس فيه رد للتحية بمثلها، لأن كلمة السلام عليكم لا توازيها في الفضل هذه الكلمة. أو إذا قال شخص مبتدئا بالسلام: السلام عليكم ورحمة الله، يقول الآخر: وعليكم السلام، لم يرد التحية بمثلها. أو إذا قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رد عليه فقال: السلام عليكم ورحمة الله، هذا ليس فيه رد للتحية بمثلها. إما أن تردها بمثلها وإما أن تزيد، ولكن تزيد حسب ما جاءت به النصوص الشرعية. السلام عليكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم 10، يعني 10 حسنات. السلام عليكم ورحمة الله، قال 20. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قال 30.